اذقال ليس بداخل فينا ولا هو خارج عن جملة الأكوان، بل قال ليس ببائن عنها ولا فيها ولا هو عينها ببيان، كلا ولا فوق السماوات العلا والعرش من رب ولا رحمان، بل حظه من ربه حظ استرى منه وحظ قواعد البنيان، لو كان فوق العرش كان كهذه الأجسام سبحان العظيم الشان. هذا يرد على المجسم قوله الله فوق العرش والأكوان، ويدل إلهنا سبحانه وبحمده يلفى بكل مكان. بصوتي عزة الله دير.